الله عليه وسلم هذا عاجل بشرى المؤمن، لكن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من السرائر يصنعه العبد. وقد قدمنا أن رجلا من الصالحين يقال له أبو عثمان النيسابوري كان محبوبا من الناس، ففي أخريات حياته جاءه رجل فقال له: يا أبا عثمان، إنك لست إماما ولا خطيبا ولا ولا، وإنني أجد الله قد وضع لك قبولا في الأرض ومحبة، فأسألك بالله إلا أخبرتني بأرجى عمل عملته في الدين. فوافق الرجل على أن يخبره شريطة أن لا يحدث به الناس إلا بعد موته، فحدث به السامع بعد موته. قال: يا هذا، إنه جاءني رجل ذات يوم أظنه من أهل الصلاح، فقال لي: إني أريد أن أزوجك ابنتي، فقبلت. فلما دخلت عليها فإذا هي عوراء شوهاء عرجاء لا تحسن الكلام وليس فيها من الجمال مثقال ذرة، فلما رأيتها رضيت بقضاء الله جل وعلا وقدره، فأقمت معها 15 عاما. فتنت بي وليس في قلبي نحوها من الهوى والميل مثقال ذرة، لكنني كنت صابرا عليها أحسن إليها ولا أخبرها عما في قلبي إجلالا لله تبارك وتعالى، حتى توفاها الله جل وعلا. وكان من تعلقها بي أنني تمنعني أن أذهب إلى المسجد وإلى أقربائي وأصدقائي، تريدني طوال اليوم والنهار أن أكون معها فأطيعها في كثير من الأحيان، ولم أخبر بهذا أحد ولم أشتكي أمري إلى أحد غير الله، وفعلت ما فعلت إجلالا لله. فإن كان الله يقول كتب لي قبولا فإني أرجو الله أن يكون بسريرتي هذا. فمن أعظم ما تتقرب به إلى ربك أن يكون بينك وبين الله جل وعلا سريرة لا يعلمها أحد من الخلق، تدخرها لنفسك بين يدي الله في يوم أحوج ما تكون فيه إلى ما يكسي عورتك ويطفئ ظماك ويجعلك تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. فأعمال